كده يعني احنا متواصلين مع الدكتور انس الحجي، وهو بس بيظبط الدنيا عنده في الزوم الكاميرا. وده يا اخي انا مش يعني حاجه عظيمه جدا الزوم واللي زيها من الاختراعات دي، لكن واضح ان احنا لسه ما ظبطناش امورنا فيها عشان خاطر نقول ان هو ده الاستخدام الامثل. امبارح حتى كان في بعض الاصدقاء بيتكلموا معايا وبيقولوا لي على اجتماعاتهم اللي بيعملوها في الشركات بشكل ده، بيقول لك ابتدت تأثر على الصحة النفسية بتاعت الناس. مش زينا هنا احنا بنعمل مكالمة ولا اتنين شيء معتاد، ولكن الناس اجتماعاتها اللي بتعملها ما فيش الفيس تو فيس وما فيش المقابلات اللي مع بعضها، ف يعني الناس بتتأثر عالميا، تأثرت نفسيا. لكن خلينا نرجع لدكتور أنس الحجي ونتكلم معاه على أسعار البترول. دكتور أنس حضرتك معانا كده، أهلا وسهلا. نعم حياك الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يعني حضرتك شايف إيه في يعني جولدمان ساكس بتقول إن هبوط أسعار النفط اللي حصلت النهاردة دي استراحة محارب بعد الموجة التصاعدية اللي كانت موجودة، شايف الصورة إزاي حضرتك؟ هو هذا كلام صحيح. هو بالأصل حتى الارتفاع اللي شهدناه كان ارتفاع غير متوقع، والحذر السعودي عندما قاموا بمطالبة الآخرين بعدم زيادة الإنتاج، ثم قامت السعودية بتخفيض الإنتاج لشهري فبراير ومارس بمقدار مليون برميل يوميا إضافية، ثم تمديدها لشهر إبريل، يثبت هذه الفكرة أن السوق لا تدعم هذه الأسعار التي كانت سائدة بحدود 70 دولار البرميل. طب الاسعار العادله، يعني الاسعار العادله لو يعني بنقول ان طبعا اوروبا على وجه الخصوص ويمكن تكون الولايات المتحده الامريكيه هتفرض اغلاقات شديده، فده هتؤثر على التجاره العالميه وبالتالي على البترول. متى تعود اسعار البترول مره اخرى للارتفاع؟ هل مع مقدم الصيف؟ احنا شايفين بعض البلاد بتقول لحد 17 18 ابريل، بعض البلاد بتقول لحد 17 18 مايو. هل احنا بنتوقع ان الصيف يكون صيف ساخن في اسعار البترول؟ بشكل عام نعم، ولكن ليس بهذه السخونه التي يتوقعها البعض لعده اسباب. هناك فائض كبير في المخزون، عندنا اكثر من 100 مليون برميل في المخزون يجب التخلص منها، هذا المخزون التجاري. عندنا طاقة إنتاجية فائضة في الدول المنتجة بحدود 8 ملايين برميل يوميا يمكن استخدامها في أي وقت. هناك مشاريع جديدة مخطط لها أن تنتج قريبا في غايانا ولا في بلاد أخرى، فليس من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط إلى 100 ولا 120 دولار مثل ما يتوقع البعض، ولكن نتوقع انها تستقر عند 70 دولار، او ده الرقم المتوقع ان يكون في الصيف. هي الفكره انه سترتفع الاسعار عن المستوى الحالي، وهناك دوافع تدفعها الى اعلى من ذلك. الا ان هناك تغير في الاسواق لم يكن من قبل، وهو دخول الصين كلاعب ضخم على جانب الطلب. هذا لم يحصل سابقا في أي بلد آخر. فالصين الآن إذا ارتفعت الأسعار إلى 75 أو 80 دولار البرميل، ستستخدم الاحتياط الاستراتيجي الذي بنته خلال فترات الأسعار المنخفضة، مما يؤدي إلى انخفاض واردات الصين من الدول النفطية ويزيد المعروض في نفس الوقت. لذلك من الصعب أن نرى 100 دولار البرميل هذه السنة أو ربما السنة القادمة. سمعنا أن الهند برضو خزنت مخزون من البترول في فترة انخفاض الأسعار، ده حقيقي؟ نعم، الهند خزنت بحدود 19 مليون برميل، وهي كمية يعني خفيفة ومنخفضة مقارنة بالدول الأخرى. الإشكالية جاءت وسبب انتشار الأخبار عن مخزون النفط الاستراتيجي في الهند هو الشكوى الدائمة من وزير الطاقة الهندي على أي تغير في الأسعار، سواء كانت في الغاز المسال أو النفط، ولوم السعودية ولوم دول أوبك دائما، مع أن السبب ارتفاع الأسعار داخل الهند هو الضرائب الضخمة التي فرضتها الحكومة
وانخفاض العملة الهندية. فحاولوا لوم الدول الأخرى تهربا من مسألة الناس لهم عن سبب ارتفاع أسعار البنزين والديزل. نعم. طب حضرتك ذكرت كلمة الغاز الطبيعي، ومصر من الدول المنتجة للغاز الطبيعي. الانخفاضات والارتفاعات في أسعار البترول، هل بطبيعة الحال بيرتفع وينخفض معها الغاز الطبيعي، أم أنهما يسيران في مسارين منفصلين؟ بشكل عام تاريخيا عندما نتكلم عن الغاز الطبيعي نتكلم عن عدة أمور في نفس الوقت. الغاز المسال تاريخيا، بما في الغاز المسال الذي صدرته مصر في السابق منذ سنوات، كان سعره مربوط بالنفط. فإذا ارتفع سعر النفط يرتفع سعر الغاز المسال. نعم. وإذا انخفض سعر النفط ينخفض سعر الغاز المسال. فهناك عقود الآن، أو أغلب عقود الغاز المسال حتى الآن ما زالت مربوطة بهذا الشكل. ولكن مع ثورة الغاز الصخري في الولايات المتحدة، وتحول الولايات المتحدة من مستورد للغاز الطبيعي إلى مصدر للغاز الطبيعي، وربط صادرات الغاز المسال الأمريكي بما يسمى بمؤشر هنري هاب، فصل سعر الغاز عن النفط بالنسبة للصادرات الأمريكية. ولكن بشكل عام لو نظرنا إلى تحركات أسعار النفط وآثارها في الاقتصاد المصري فهي متعددة. من الجانب السلبي طبعا أن فاتورة الواردات سترتفع، وهذه ستكون بالعملة الصعبة. ولكن لو نظرنا إلى الجانب الإيجابي هناك عدة إيجابيات. من أوائل الإيجابيات أنه نحن نعرف أن الشركات العالمية مهتمة جدا بقطاع النفط والغاز المصري، ووجود سعر عالي يعني أن وبالتالي تستثمر أكثر، وبالتالي نعم. إمكانية اكتشاف المزيد من النفط والغاز في مصر. نعم. يعني إذا ناحية أخرى هي بتشجع الشركات العالمية لمزيد من الاستكشافات. نعم. هذه واحدة. ولكن من ناحية أخرى نحن بنعرف أنه تحسن اقتصادات دول الخليج يعني الكثير بالنسبة لمصر. منها زيادة السياحة الخليجية في مصر، منها زيادة الطلب على العمالة المصرية في الخليج. فكما يقول المثل، إذا جارك بخير أنت بخير. صحيح صحيح. وإذا كان أخوك بخير فأنت بخير. أكيد أكيد أكيد. دكتور أنس دايما بشرف بحضرتك وعلى تواصل إن شاء الله مع حضرتك. شكرا جزيلا دكتور أنس الحجي، خبير النفط الدولي ومستشار التحرير في منصة الطاقة المتخصصة. الموضوعات دايما لما بنشوفها ممكن نكون بنحسبها من باب، لكن هي بيبقى ليها زي ما قال كده دكتور أنس ليها أبواب كتير. أنت ممكن تقول تفكر في الموضوع في لتر بنزين اللي بتحطه في العربية بتاعتك أو بتركب التوك توك، فبالتالي يقول لك ده البنزين زاد ولا البنزين قل، لكن هي ليها أشكال أخرى متباينة ومختلفة. بمناسبة موضوع التوك توك ده موضوع هنتكلم عنه ولكن بعد هذا الفاصل.